هيا اسلمي لله عز وجل. اسمعي اسمعي، اسلمي لله عز وجل، اسلمي لله. هيا هيا، سكت يسمعون صح؟ حرام عليك تغير جسم، المكث في الجسد حرام، هذا ظلم لا يجوز. الظلم ديالو هو باش يديره. كيف ظلمك هو؟ هو اللي دا ذلك. أهو من ندى عليك؟ هو من ندى عليك؟ نعم وأخطأ. ما من عبد ينادي على الجن إلا وأخطأ. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فزادوهم رهقا. سبعة عشر سنة. الجن لا يعرف صغير ولا كبير. هو ظن أنه قدم مساعد. خلاص. طيب. ولا بد أن تفهمي أنت على أنك استجبت للظلم كذلك. مفهوم؟ كنت تظنين أنك تحسين صنعة. صح ولا لا؟ هاي إلى الله. الآن أعطيك الإسلام. هو لزوج ولا زوجة ولا أبناء وذرية. نتعاون جميعا على الخير. فيجمعنا ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا على خير وفي الآخرة على خير. كتسمعي؟ فلا يجوز على الظلم. يقول لك زوج كذلك أنت، ويقول لك بيت وأبناء وذرية. أنا زوجي هو وأقول الدنيا عند آخر. لا لا يجوز هذا، لا يجوز. عندي أولاد معها ما يكليش الفقر. ما يكليش أولاد معها، المسألة هذه لا تقول يا مرة أخرى. لكن كيف لك أولاد معها يعني؟ أولاده وإنسي وهذه إنسية. فأولاده من هذه الزوجين ذكر وأنثى من الإنس. أما أنت يقول لك عالم بإذن الله من الجن. لا تشاركيهم او تزعمي انهم اولاده. كيف كان بطنها؟ اسمع، كان بطن هذا ها لك لك ابناء معه في جسدي. هو في جسد ابنائه. في جسدك انت. كيف جسد ابنائي؟ في جسد ابنائه. ماذا اولاده؟ كيف يعني؟ جعلتي مثلا انت في الاب، وجعلتي ابناء لك في أبناء يعني في أبناء يعني ولكن ليس أبناءك ليس منه هو، يعني أبناء الجن يعني أبناء الجن. من هو؟ كيف من هو يعني؟ كيف من هو يعني؟ بين لي كيف من هو يعني؟ كيف من هو؟ هذا لا يعقل ولا يستقيم، لا يعقل ولا يستقيم. اسمعي هذا كيتين يعقل ها؟ لست ترانا، لست أراكم. طيب كيف يعني له أبناء منك أنت؟ كيف حملتي وكيف ولدتي وأنجبت؟ نعرف أن الجن يحمل ويضع يلد صح؟ كيف كان مخاضك ونفاسك وحملك؟ ها كيف؟ ها؟ عن طريق زوجتي. كيف عن طريق زوجتي؟ ادخل إلى جسد زوجتي. أيوة. من يدخل من يدخل إلى زوجتي؟ أنا. أنت؟ طيب وكيف يكون الحمل يعني؟ حينما تكون هي حاملة تحمل أنت؟ ها؟ لا لا اسمعي، أنا أقول لك كلام. عشقك هذا أخذ به، تسمعيني؟ أن تشاركه الولد بتعبير آخر قد يكون ألحقت الضرر بالأبناء، قد يكون. لكن أن تقولي له أبناء منك أنت وتضعي مع أبناء هو، أقول لك استغفر الله عز وجل. فهمتي؟ استغفر الله وتوبي إلى الله، كتسمعي لله وأسلمي لله تعالى. كيف تريد أن أبقى معه؟ كيف؟ كيف تريد أن أبقى معه إذا قلت له أشياء أخرى من غير أولاده؟ أين هذه الطريقة حتبقي؟ فهمت؟ يعني هذه الذريعة هذه الذريعة حتى يقول خلاص مستعين ويسلم الأمر صح؟ أي نعم هذه الحقيقة. فهمت؟ طيب أتجول في أولادي في جسدي وأتجول في كل شخص يحبه. أي نعم ممكن هذا كي نعم لكن يكره ولا كيف؟ أحد لا يحب أحد ولا يذهب به إلى رقي ولا أي شيء. حتى لا يحب واحد. طيب
ان شاء الله اساعدكم خلاص. أشهد الله أن يصلح صدرك ويحصن فرجك ويغفر ذنبك. هيا قل آمين. هيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رسول الله. رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا والإسلام دينا والإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وعاهد الله ألا أفرق بينه وبين زوجي وعاهد الله ألا أؤذي وعاهد الله وعاهد الله هيا وعاهد الله وعاهد الله وعاهد الله وعاهد الله ألا أؤذي أبناءه وعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى وعاهد الله أن أخرج منه وعاهد الله هيا وعاهد الله وعاهد الله وعاهد الله وعاهد الله وعاهد الله أن أخرج منه أن أخرج منه طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. اسمعيني أنا أرجوك الخير والله يشهد.